في ضمن الإطار اللي احنا شايفينه ده، كان في صحفيين مصريين، ومن أعظم الناس زي ما بقول دايما اللي بيشتغلوا في مهنة الإعلام، الناس المراسلين اللي على الأرض، المراسلين اللي على الأرض. والمراسل دوره في تفكير وعلم وحركة وتحمل بدني وتحمل ظروف صعبة والعمل تحت ضغط وتعرض حياته للخطر، حاجة كتيرة جدا. مهنة المراسل دي مهنة عظيمة جدا، ولازم كمان يتغلب على مشاعره الوطنية عشان خاطر يؤدي رسالته بموضوعية. لكن النهاردة شفنا واحدة أنا شخصيا ما أعرفهاش، من البنات المصريات، بنت مصرية يعني، حتى بسأل زمايلي هي مشهورة أو حد عارف أو بتشتغل في الإعلام أو إيه دورها أو عندها اللباقة دي منين، محدش عارف. لكن هي كانت موجودة عند معبر رفح وبدأت تتكلم مع واحدة من مراسلي الشبكات الأجنبية. خلونا الأول نشوف البنت المصرية الجميلة اسمها رحمة، خلونا نسمع قالت إيه ونرجع مع حضرتك. I understand you speak for your government. I understand you represent your government. But that being said, you're a country that's claimed free speech. Your customized democracy is actually what led to Hamas. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs. عملت ايه رحمة دي؟ بإنجليزي رائع. قالت لي مراسلة سي ان ان، قالت لها تعالي كلميني إنسان كإنسان، إنسان يحدث إنسان. أنا فاهمة كويس جدا إنك بتؤدي عملك، لكن أرجو إنك تكوني دقيقة في تأدية عملك، أرجو إنك تكوني موضوعية في تأدية عمل. محدش رتب لها المشهد ده، محدش قال لها تبعات ده إيه. هي بانفعال تلقائي وجرأة شديدة ولباقة شديدة جدا قدرت رحمة إنها تتكلم وتوصل هذه الرسالة. طبعا وكالات الأنباء العالمية التانية اللي واقفين خدوا المشهد ده وهتلاقيه لف الدنيا دلوقتي. دي مسج مهمة، دي مسج من شباب صغير. القضية ما بتموتش يا جماعة، القضية وصلت من جد رحمة لحد رحمة، دي حاجة وعشرين سنة. ده في كل العواصم العربية، فأمر أعتقد أنه يعني يحتاج وما زال يحتاج إلى نظرة من المجتمع الدولي. زي ما قلنا وقف الأمين العام للأمم المتحدة بين الغذاء وبين ما يحتاجه للغذاء، يعني وقف في النص النهاردة، ما هي إلا كيلومترات بين دواء وغذاء وبين من يحتاجون إليه. ووقف أمين عام الأمم المتحدة يعني مستني الفرج،